عيش الخريف، عيش الخريف على الشبيبة FM. خمسة في مسقط والباطنة وثمانية وتسعين فاصل خمسة من صلالة أرض الأصالة. مستعير عبد الله نزل صبر خلينا أكمل كلامي. حياك الله سميرة، مساك الله بالخير وحياكم الله مستمعينا بالحلقة الأولى من برنامج عيش الخريف. ويا حي الله أكيد بكل الموجودين في مهرجان صلالة السياحي 2018. طبعا عبد الله يمكن من بعد الاعصار يمكن لاحظنا وايد الاستعدادات السريعه اللي صارت وما شاء الله عليهم يعني جهود. وهالشيء لاحظناه اليوم سميره ونحن نتجول، خضينا جوله كبيره لين حتى تريولنا ونحن نتجول في مركز البلديه الترفيهي، وفعلا الجهود كانت جهود جباره وكل الامور اللي كان يعتقد البعض انها ما بتكون حاضره وما بتكون جاهزه في هالسنه من المهرجان الا لا، انه كل الفعاليات مثل ما هي، القرية التراثية حاضرة بفعالياتها وبرامجها ومشاركة الولايات، المعارض موجودة، فرحة الناس بفعاليات المهرجان، الأسر، الأطفال، كلها أجواء جميلة تشعرك فعلا أن الكل منتشي بجمال الجو وجمال خريف صلالة. وفعلا وإحنا متواجدين هنا في نص، نقدر نقول نص المهرجان، يعني نشوف كل شيء حاليا. ولكل اللي يسمعونا وبيزوروا مركز البلدية الترفيهي، نحن مقابل الخيمة الكبيرة اللي في المركز وخلف المطاعم الموجودة، يعني تتعشوا وتاكلوا وتاخذوا لكم شوي أكلات عقبها تزورونا في خيمتنا. يمكن المختلف بالنسبة لنا سميرة هذه المرة أن نحن نعيش مع المستمعين مو بس أجواء المهرجان، مو إيش؟ مو بس. من وين بتبي؟ ما عبتش؟ مو بس؟ غيرها؟ مو بس؟ نحن طبعا مستمعين لازم تعرفوا شغلة أنتو، أنا ترى مبتلي بسميرة هل وللحين تراك ما شربت من المشلي للحين. متابع البرومو ويشوف شطتها حل ذاك المشلي يعرف أني أنا بتوهق هل بس للحين ثلاثة أربع خمس ما يمنع خلاص بعد البرنامج وأنا مباشرة قلت لك وين هناك الدهاريز لا قايلت لك بعد البرنامج مباشرة أنا بروح أشتري البان بوي بنعطيش البان وبنشربش المشلي بعدنا بأول يوم ضروري ريحة البان يعني أكيد يعني ما لنا غنى عنها نقدر نقول قولي باغي تصير السوق والله يعني هذا ترى البان وما أعرف ويش لا عذره معروف يعني ما عذره عيل إنه هوس التسوق خاصة عند العنصر النسائي يعني ما عليه كلام والدليل الخيمة اللي قدامنا ونحن نشوف توافد الكثير من الزوار عليها ومن خلال وجود أكيد المعرض الاستهلاكي الموجود نعم فعلا والمعرض الاستهلاكي بالقرب من البوابة الرئيسية رقم 3 والمعرض يبدأ من الساعة 5 للساعة 12 مساء وأكيد في معارض أيضا كثيرة في يعني اللي خصنا المعارض وكذا في تم أيضا افتتاح معرض الصحي الثاني للصحة والجمال في القاعة رقم 3 الساعة 8:30 هذا اليوم راح يفتتحوا تحت رعاية سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار وأيضا راح تقام محاضرات المعرض الصحي الثاني للصحة والجمال من الساعة 8 للساعة 9 المساء في قاعة رقم 5 بعنوان عمليات التجميل مالها وما عليها رأيك أروح؟ ضروري لكن من 8 ل 9 واحنا بعدنا في البرنامج من الساعه 8 شوفي سميره نحن قبل لا ندخل بعد بالتفاصيل وبرنامج الفعاليات سواء لليوم والغد نبي نوجه تحيه لفريق العمل الموجود معنا في البرنامج بما ان نحن في الحلقه الاولى نحن نتواجد بفريق عمل مكون من طاقم الفنيين يعطيهم ربي الف عافيه اللي وصلوا لكم صوتنا وتحيه كذلك لفريق تغطيه وسائل التواصل الاجتماعي عند فريق مختص في تصوير ورصد كل فعاليات المهرجان والخريف ومن خلال الهاشتاج اللي أطلقناه لكم مستمعين ابتداء من اليوم عيش الخريف إذن مستمعينا شاركونا على هاشتاج عيش الخريف خبرونا كيف تعيشوا أجواء الخريف إيش الفعاليات اللي تسووها على هالهاشتاج عيش الخريف وبدورنا أنا وسميرة بنكون معكم من الصبح في جولة طبعا في مختلف الأماكن السياحية في محافظة ظفار اللي من خلالها نعرفكم على أهم الأماكن اللي ممكن تزوروها خلال تواجدكم في المحافظة
بالفعل عبد الله، واكيد كل التحيه لكل طاقم مثل ما قلت اذاعه الشبيبه، تحيه للمخرج ايضا، تحيه ليونس المتواجدين معانا هنا، وتحيه للاستاذ عيسى الملا، يعطيكم العافيه وما قصرتوا، لوجودكم دعم قوي لنا. إنزين سميرة، إيش رأيك بعد نعطي المجال لمجتمعينا اللي حاب يشاركنا على 2-4-0-0-0 وخاصة لحبايبنا هنا من أرض البراد وأرض الجمال ظفار على 98.5 تتابعونا، حياكم الله، ونحن بنطلع لفاصل قصير وبعدها نرجع لكم نستكمل باقي محطاتنا في عيش الخريف. عيش الخريف، عيش الخريف على الشبيبة أفهم. خبور خير عبد الله، المفروض تقولي لخبور، انا اقول خبور خير، رايك هذا نتعلمها من مسقط. زين خلاص، خبور عبد الله، خبور خير. حياكم الله مستمعينا، وتحيه لكل من انضم لنا في السمع على 97.5 من مسقط والباطنه و 98.5 من محافظه ظفار، ونحن كذا في كل محطه من محطاتنا راح نذكركم مستمعينا باهم الفعاليات المقامه هنا في مهرجان صلاله السياحي، ولكل محبي كره اليد اليوم افتتاح البطوله الاسيويه 16 لكره اليد للشباب، وهذه البطوله راح تفتتح ان شاء الله الساعه 6 مساء بالصاله الرئيسيه بمجمع السعاده الرياضي. يعني البطوله افتتحت، واكيد الحين تقريبا في المباراه الاولى، واللي بتكون ان شاء الله تحت رعايه معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني الموقر المستشار بديوان البلاط السلطاني. جميل، وايضا عبد الله خلينا نروح شوي لمدير مكتب الشبيبه وعضو اللجنه الاعلاميه في مهرجان صلاله السياحي الاستاذ عادل اليافي، مساك الله بالخير. الله بالنور والسلام. يا مرحبا وسهلا فيك، احنا نتواصل بشكل مستمر بالهاتف، واليوم مستمعين التقينا بعادل وتشرفنا اكيد بلقائه وتعرفنا عليه اكثر، كنا نرصد كل التغطيات اول باول خاصه في فتره اعصار ميكونو، كنا مأدينك شوي على العشر دقائق الربع ساعه تصل لهبك، لكن الحمد لله رب العالمين عدت ذيك الفتره على خير، والحين مأذينا في المهرجان. الحين عاد خلاص لازم يتحملنا. نحن خطارة مثل ما نقول هناك في الشمال وفي الباطنة. عادل، من خلالك نبغى نتعرف أول شيء أكثر على جهود اللجنة الإعلامية في إيصال كل هذه المناشط والفعاليات اللي نشوفها للمستمعين للمتابعين لمختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية. نعم، بداية نرحب بكم في محافظة ظفار، ورحب بقناة الشبيبة والفريق العامل معها، ونتمنى لكم إن شاء الله توفيق، ونحن دائما إن شاء الله راح نكون سند لكم. بالنسبة للجنة الإعلامية طبعا هي من ضمن اللجان المنبثقة من اللجنة الرئيسية مهرجان خريف صلالة. اللجنة الإعلامية لها عدة أدوار، سواء المرئية أو السمعية أو المقروءة، فكلنا على حسب اتجاهه. فدورها اليومي هي رسل رسالة يومية بفعاليات المهرجان بكل تفاصيله الفنية والثقافية والرياضية وما غيره من المعارض وهالأمور. هذا بجانب أيضا الاهتمام أيضا بالطبيعة في محافظة ظفار والتغيرات اللي بتصير معها. فاللجنة الإعلامية رسالة المهرجان للعالم الخارجي، فيوميا الصحف موجودة، القنوات التلفزيونية الإذاعية بتشتغل بشكل رسمي يومي نقل الأحداث سواء لداخل المحافظة أو خارج المحافظة أيضا. نعم، من خلال متابعتنا استاذ عادل شفنا يعني، وكل اللي يزور اليوم المهرجان يشوف ان معظم الفعاليات استمرت كالعاده، رغم ان البعض ممكن يقول والله بعد اعصار ميكونو لربما تقف بعض الفعاليات والبرامج، نحن نشاهد انه هذه البرامج وهذه الفعاليات استمرت. الجهود التي بذلت من مختلف الجهات لا سيما بلدية ظفار للوصول إلى هذا الاستعداد وإلى هذه الجاهزية لاستقبال زوار مهرجان صلالة السياحي. نعم، بحقيقة بعد إعصار موكونو كان في تحدي كبير للجميع، هل المهرجان ممكن راح يقام أو راح أو ما نعم يقام بطل. فلكن الجماعة هنا في البلدية بلدية ظفار وأيضا إدارة المهرجان قبلوا التحدي واشتغلوا، وإلى الآن ما زالوا في عمل مستمر لإنجاح المهرجان واستمرار المناشط الفعاليات اللي هو مقرر في الأساس.
اتصور لو في اي مهرجان ثاني راح تكون فيه مشكله، او بشكل عام في محافظه ظفار. نعم. اللي صار الاعصار ترى ما هو بشكل هين، ولكن بلطف ربنا الحمد لله عدت الامور. كانت في جهود كثيره متكاتفه، ما هي بلديه ظفار لحالها، مكتب المحافظ، الشرطه، الدفاع المدني، الصحه، جميع القطاعات الحكوميه والخاصه اشتغلوا على اساس انه يرجعوا الحياه لمحافظه ظفار، وشرايينها تظل متواصله. تعرف عن المنطقة الغربية كانت مقطوعة، في بعض المناطق الشرقية كانت مقطوعة، ولكن لله الحمد في رقم قياسي وفي وقت قياسي استطاعوا انه يوصلوا الى 90% من اللي كان في السابق. نعم اكيد هذا امر جيد. اليوم بعد بنتكلم استاذ عادل عن مشاركه وسائل الاعلام سواء من السلطنه ولا حتى من خارج السلطنه، لان تعودنا انه حتى الاخوه يعني من خارج السلطنه بعد يشاركونا، لان عندنا كثير من الزوار سواء من مجلس التعاون ومن بعض الدول العربيه. نعم طيب، ايضا هذا من ادوار اللجنة الاعلاميه، انه في قائمه سنويه موجوده للقنوات خارج السلطنه للصحفيين وسائل الاعلام المختلفه. فدور اللجنه الاعلاميه التنسيق مع الجهات المعنيه بهالصحفيين وتسهيل الامور لهم. فراح تلاحظ انه في موجوده قنوات اعلاميه بتنقل يوميا بشكل مباشر، وفي بعضهم توثيقي. ايضا في صحفيين موجودين باستمرار، موجودين على مدار المهرجان في برنامج معد لهم. ايضا في قنوات اذاعيه موجوده من خارج السلطنه في باللغه العربيه وفي باللغه الانجليزيه. فهذه الفرق كلها تسهيلات موجوده لها من قبل اللجان الاعلاميه وايضا من قبل مهرجان خريف صلاله. زين استاذ عادل، انت موجود يمكن في صلاله وايد صح؟ نعم. خبرنا شوي بعض الكلمات مال صلاله، مال اهل صلاله، نبغى نتعلم. والله اتصور انتم مع الايام راح تتعودوا على هالكلمات. سواء تعلمنا عادل، تعلمنا كلمه واحده ونتدرب عليها من مسقط، وبعدها سميره خبصت ابنا. هي كلمه خبور؟ ايه هي خبور المفروض خلاص يعني تكونوا متعودين عليها. ايوه بس نبغى نتعلم كلمات ثانيه. اساسا حتى مع الايام راح تتعلموا كلمات كثيره. جميل. ولكن افضل لك انك تسجلينها اكيد على اساس تحفظي يعني، وبنعمل لك ترجمه بعد خلاص على الهواء. نحن نبغى الحين كلمه والله عندنا مختلف مثلا في لما تمسوا على يعني باللغه الجباليه لما يمسوا. والله انا ترى ما اتقنها الجباليه، ما تتقنها بس اكيد تعرف بعض الكلمات، لكن اردها لا لان هي فيها صعوبه شويه، بس مع الايام ممكن تتعلمها انت. جميل. اذا كان عندها رغبه تتعلمها. اكيد عندي رغبه. اي اذا عندك رغبه راح تتعلميها، خصوصا ان دوره في تعليم اللغه مجانيه من الاستاذ عادل. ضروري، خصوصا ان ان شاء الله راح تكون لنا زياره لاهلنا في الجبال. اكيد بنتعلم منهم اكثر، فاكيد نحتاج ان نتعلم. عشان كذا نحن سمينا برنامجنا وتغطيتنا لتفاصيل يعني خريف، انه عيش الخريف مع سمير وعبد الله في مختلف. صحيح. انا قلت تفاصيل. سميره مختلف التفاصيل في الجبل والسهل وفي فعاليات مهرجان صلالة السياحية الأستاذ عادل اليافعي. سؤالنا الأخير لك أكيد يخص الشبيبة. نعم. اليوم كجريدة الشبيبة كيف تغطيتكم لمهرجان صلالة السياحي، وإيش هي التفاصيل اللي تكون حاضرة في صحف الشبيبة؟ نعم. طبعا الشبيبة حالة حال أي صحيفة موجودة في المهرجان، مستعدة بشكل يومي على أنها يكون عندها تغطية، ويومية عندنا صفحة موجودة تفردها الصحيفة للأخبار المهرجان. وأيضا في بعض الفعاليات المتعلقة بالمهرجان خارج أرض المهرجان. نعم. وهو في مناسبات موجودة، في بطولات، في ندوات خارج المهرجان بس متعلقة في البرنامج نفسه. فدائما نكون حريصين على أن نوصل المعلومة للجميع سواء داخل السلطنة أو خارجها، لأن الشبيبة الآن ما صارت ورقية فقط، هي أيضا إلكترونية لها دور، فناس كثير صارت تتابعها. وأيضا الآن نشاط الشبيبة كإذاعة أيضا هذا أمر رديف، فتحدي كبير أنه نوصل المعلومة، تحدي كبير، لكن إن شاء الله يكون الجميع على قدر المسؤولية بإذن الله. الأستاذ عادل اليافعي مدير مكتب الشبيبة، عضو اللجنة الإعلامية بمهرجان صلالة السياحي، شكرا جزيلا لك وسعيدين أنك أنت اللقاء الأول من لقاءات خريف في مهرجان صلالة السياحي. ومواصلين معكم مستمعينا الكرام إن شاء الله بعد المحطة القادمة أو بعد الفاصل عفوا في المحطة القادمة راح نعيش معكم بعد أجواء الناس وزيارتهم والعائلات للمهرجان، وبعد بيكون لنا تغطية في وسائل
وسائل التواصل الاجتماعي على حساباتنا آت الشبيبة اف ام سميرة لكل هذه التفاصيل. أكيد عبد الله. وعلى 24924 مستمعينا تقدروا تتصل اللي حاب يسمعنا صوته يخب سواء موجود في أصلا زائرين المهرجان والخريف. أكيد عبد الله، وخصوصا بعد اللي موجودين في مسقط اللي حابين يسألوا عن أجواء الخريف. أكيد إحنا متواصلين وياكم مستمعينا، خلكم تبدين على موجة 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في صلالة. فاصل ورادي لكم حرصونا. عيش الخريف، عيش الخريف على الشبيبة فهم. ورجعنا لكم مستمعينا مرة ثانية، وحي الله بكل من يسمعنا على موجة 97.5 في مسقط والباطنة، 98.5 من صلالة أرض الأصالة واللبان والرذاذ وكل شيء. ويا مرحبا بكم، مرحبا عودة من هني من البرات من صلالة والأجواء الجميلة في المهرجان. ونحن لكل زوار مهرجان صلالة السياحي ومركز البلدية الترفيهي يمكن يمروا على الموقع مالنا في خيمة خاصة بالاستوديو. بس نحن سميرة نبغى نعيش بعد مع الناس أجواء المهرجان، وش رأيك نطلع شوي؟ خلا فوق يلا والمستمعين ويانا، خلا نشوف شوي زوار المهرجان ونشوف موجودين طبعا ويتجولوا في مركز البلدية الترفيهي، فرصة ان نحن نتعرف عليهم عن قرب بالفعل وعن جولتهم بعد في المهرجان. فخلونا ناخذ استضافة مع تفضل عندك عبد الله. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يا مرحبا وسهلا فيك، عرفنا على اسمك ومن وين؟ الاسم سالم سعد المهري من محافظة المارة الجمهورية اليمنية. يا مرحبا وسهلا، مرحبا ينعود بكل أهل الجمهورية اليمنية مشرفيننا وزايريننا في المهرجان. وعطنا انطباعك من خلال طبعا زيارتك لمركز البلدية الترفيهي، وين رحت وين تجولت؟ والله المهرجان ما شاء الله طيب، ورحنا تمشينا عند فعاليات وعند اللي هي خيمة البداوة وعند الألعاب ومشينا العيال شوية، والمهرجان فعاليات طيبة وجميلة للسنة. شو اللي شدك في القرية التراثية؟ شو حبيت أكثر شيء؟ والله الفنون الشعبية وزي كذا يعني. أي فنون تحس أنها متشابهة معكم في الجمهورية اليمنية من خلال زيارتك للقرية التراثية اليوم؟ أكيد فيه مشابهة. من مثل وش؟ عطنا أشهر الفنون اليمنية الموجودة. الفنون هي الفن البرعة. فن البرعة معناته نفس الشيء يعني فن مشترك. نفس الشيء، وخاصة هذا عندنا في محافظة المارة الجمهورية اليمنية. جميل. تعرف تأدي شيء من البنون ولا تنشد ولا تشل؟ ها وهقتك وهقتك صح؟ يعطيك العافية، ونتمنى لك إن شاء الله جولة ممتعة في المهرجان وتستانس أنت والعائلة. الله يعافيك وجزاكم الله خير. شكرا، شكرا جزيلا لك. وأنا عفوا، مرحبا وسهلا. إذن مستمعينا وسميرة، هي هذه أجواء المهرجان من خلال وجود الناس وتفاعلهم وزيارتهم لمختلف الفعاليات. نحن شوية حبينا نطلع من الاستوديو نعيش بكل عفوية مع الناس فرحتهم وجولتهم في مركز البلدية الترفيهي. أكيد عبد الله. وأيضا من الفنون اللي اليوم مقامة اللي هي مسابقة فن البرعة في مسرح المروج الساعة 11 المساء. طبعا إذا أنا نتكلم شوية عن فن البرعة، ها عبد الله إيش تعرف فن البرعة؟ أنا يعني ما أعرف وايد غير من اللي أشوفه طبعا من الفنون، وهي بين عليه أنه فن يؤديه الرجال، وأشوفهم يمسكوا الخنجر ويبالي أيرب أنا ويونس. والله يبالكم شوية. ما أعرف عاد من بيغلب فينا. يبال نسوي مسابقة بما أنها هي مسابقة. وهي يبغالها شوية لياقة يعني. ها. ما 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 يونس يقول من سنة ما صار الجيم. ما عليه أمورة طيبة يونس. ويمكن بعد لو أنا شوية نتكلم عن البرعة، هي في محافظة ظفار أكثر شيء في جنوب سلطنة عمان، وأكيد هالفنون العمانية التقليدية لها مذاق خاص عبد الله. نعم. وأيضا من المدن اللي منتشرة فيها أكثر شيء اللي هي توهقت الأشخرة وجعلان وصور، يمكن هالفن مشترك بينهم. نعم، هو بعد الحلو في المهرجان إن كل يوم شيء ولاية تشارك في القرية التراثية تأدي فنونها. اليوم لكل الموجودين في المهرجان بإمكانكم التعرف على فنون ولاية المضيبي. ولاية المضيبي اليوم موجودة في المهرجان،
ويؤدوا كثير من الفنون. سميرة تعالي هالصوب، لأن نحن بعد نرصد لكل متابعينا سواء في وسائل التواصل الاجتماعي ولا حتى على اليوتيوب كثير من المشاهد الموجودة في المهرجان. نحاول قد ما نقدر سميرة نكون عيون الناس هني في المهرجان، وننقل لهم الصوت، الصورة، الأجواء، الإحساس، الشعور، كل هذه التفاصيل تكون حاضرة عبر أثيرنا وكل أدواتنا اللي نستخدمها في الشبيبة FM لإيصال الرسالة كما هي والمشهد كما هو. بالفعل عبد الله، ويمكن الصوت حتى طالع يمكن اللي يسمعوه. نعم. تذكري أول ما دخلنا كان فن الرزحة يؤدى، ومروا الجماعة من جنبنا، وبمكان طبعا اللي تابع وسائل التواصل الاجتماعي يشوفوا كان خاطرنا نشارككم ذاك الوقت. ما شاركتوا معين؟ كنت ولا بس كلام؟ حضر للبرنامج حضره وانت تداور هناك. بصراحة كان حماسهم لا يضاهى، وانا ما اقدر اجاري هذا الحماس اللي كان موجود. اكيد عبد الله ما تقدر وانت شفت كيف مرضتش؟ لا تحاولي انك تطيحيني في المخ مرة ثانية. انا ما حاولت ابدا. إذا مستمعينا، نحن أكيد لنا محطات قادمة سواء من خلال المشاركين بالفقرات والفعاليات المختلفة في المهرجان، أو حتى من خلال زوار مركز البلدية الترفيهي. إذا خلانا نطلع شوي فاصل، نريح شوي، نشوف أستاذ عيسى وبعدها نرجع لكم مستمعينا. خلكم مثبتين على موجة 97.5، تسمعونا في مسقط والباطنة، 98.5 في صلالة أرض الأصالة واللبان. عيش الخريف، عيش الخريف على الشبيبة FM. ورجعنا لكم مستمعينا مرة ثانية، تسمعونا على موجة 97.5 في مسقط والباطنة، 98.5 في صلالة. وأكيد مستانسين نحن سميرة، خاصة بوصول أصغر ضيفة الاستوديو الشبيبة اليوم. السلام عليكم. عليكم. شخبارك؟ طيبة. من معنى؟ من اسمك؟ نور. نور، من وين نور؟ من المعقلة. من صحم المعقلة، يا هلا بهالي المعقلة. وين رحتي؟ وين رحتي في المهرجان؟ وين رحتي في المهرجان؟ وين زرتي؟ ها؟ وين رحتي في المهرجان؟ شو لعبتي؟ لعبتي ألعاب؟ كم لعبة لعبتي؟ ثنتين. ثنتين؟ إيه. بس؟ شو هن؟ نطيطة وأنا قطار السريع. أنا القطار وليش السريع. وليش ما شليتي سميرة معك؟ ما تشليني؟ هذا تحب تلعب نطيطة بعد؟ شليها؟ يلا نقول أنا القطار السريع؟ أنا القطار السريع. توت 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 توت. أمشي على سكة حديد. توت 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 توت. إذن حظة نشيد، حظة شيء؟ يلا نشدي. العنوان نور المدارس والمرجلة الرعاية في بماله بديم. أنا ما فهمت شيء. يلا مرة ثانية يشتغل. العلم نور المدارس والمرجلة المجالس زعيك في الحسين شفت في غيالي. الله الله تستاهل تحية نور، تستاهل تحية. شطورة نور. وبعد حفظة شيء غير؟ يلا نسمع. نسمع نور. انت تحت الهواء خبرتينا انك عندك شيء تحب تقولي بمناسبة يوم النهضة لبابا قابوس، شو حابة تقولي؟ شو بتقولي لبابا قابوس؟ بابا قابوس نسيتي؟ ما قلتي تحت الهواء انا احب بابا قابوس؟ تحت الهواء احب بابا قابوس. شوفوا يعني مستمعينا، نور كانت تحت الهواء تسولف لهم سولف، بس انتم من دخلتوا ظاهر هي استعدت من المستمعين ومن ربنا عليها. الله يهديك سويتي لها ربك، خلى كل الميكروفونات عليها. زين انت كم عمرك؟ انت كم عمرك؟ كم؟ سنتين؟ ولا ثلاث؟ اربع؟ وهذه كم عمرها؟ كم عمرها؟ ما تعرف الله. عمرها ثلاث صح؟ هذا أخوش؟ من اسمه؟ زكريا. زكريا ما تبى تشارك معانا؟ تعال زكريا. ليش تستحي؟ تعال. زكريا ثقيل ثقيل. أنزين أبي. ما يحب ال روحي له روحي له. شخبارك؟ شخبارك؟ زين. زكريا وش لعبت هني في المهرجان؟
نطيطة. بس النطيطة؟ بتروح مكان ثاني؟ بعد القطة. لا رحت. من متى أنت جاي هنا؟ راح يوم الصبح. متى بتروح؟ النطيطة. يوم الخميس. يوم الخميس. وين صرت بعد غير بصلالة؟ رحنا عتيم ورحنا عين كور والمغتيل. أيوة. وين بتروحوا بعد مرة ثانية؟ تبتجلس هني وايد؟ رجل بيت. يلا رحلة سعيدة إن شاء الله نتمنى لكم، وأكيد بحضور أهاليهم نوجه لكم كل تحية، وأكيد سعيدين بتواجدكم معنا في خيمة الشبيبة. خيمة الشبيبة رمضان خير إن شاء الله. في عيش الخريف من مركز مركز البلدية التربيهي، وتحية طبعا لنور ولزكريا ولأسرتهم. حن ياسين في الاستديو دخلت علينا نور خبرتنا كل عد قلنا ما تطلع ما مسوينا معها لقاء. شكرا يا نور، ونحن وايد مبسوطين وسعيدين وفرحانين انك زرتينا في استديو الشبيبة. وهذه هي مستمعينا الكرام لما تعيش تفاصيل مع الناس، سواء أطفال، أسر، الكبار، العائلة اللي يعني يستمتعوا بزيارتهم لمهرجان صلالة السياحي وبالتحديد مركز البلدية التربيعي. ونشدني شيء يعني انه حتى الاطفال عارفين تفاصيل المكان. اليوم لما نسألهم يقول انا رحت دربات، رحت المغسيل، عارفين كل الاماكن والمزارات السياحية المهمة في محافظة ظفار. اكيد مستمعينا يسعدنا وجودكم معانا. كل اللي حاب يزورنا وين موقعنا عبد الله؟ موقعنا يعني لو حبينا نسمينا هو مقابل الخيمة الكبيرة خلف المطاعم، تتشروا وتتعشوا وتزورونا، نسولفكم وتسولفونا في خيمة الشبيبة الموجودة في برنامج عيش الخريف بعد مترجم من يوم رمضان. لا هي الخيمة الموجودة في مركز البلدية الترفيهي، خيمة برنامج عيش عيش الخريف. ودائما مستمعينا وابدا نعيش معكم كل التفاصيل. يلا قولي باي. قولي باي. ما قولي باي. فاصل وعلى كلام نور ما يطيح البحر البر. فاصل ونواصل معكم مستمعينا، حرصونا بعد الفاصل. يا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا يا نعود وحياكم الله معنا في برنامج عيش الخريف. واحلى تحيه اكيد لكل زوار خريف مهرجان خريف صلالة 2018. ومعانا طفله صغيره من اسمش؟ لمار. لمار من وين؟ من مسقط. من خابوره. تشاوري من مسقط ولا من خابوره؟ خابوره. لمار، لمار وين رحتي في المهرجان؟ بس رحت اشتري فشار وخلاص. بس فشار، ما رحتي للعب؟ لا. الحين بيبتدي المشوار. الحين بعدها لست الطلبات يعني نمار ما بعدها يعني الحين في اولها هذه بس اللي مثل ما يقولوا تسخين. الفشار تسخين. زين وين حابه تروحي؟ مسرح الطفل. انا سمعت انك حابه تركب الجمل اللي هناك. لا انا سمعت ومتاكد من معلومتي، انا مذيع اعرف كل شيء، اسمع كل شيء. يعني انا متاكد انك انت تبغى تركب الجمل. لا. والحين الجمل بيوصل بتركبيه؟ لا. ليش تخافي؟ خافي. الخابوره يخافوا؟ لا. لمار حافظه شيء؟ تقدمي لنا شيء؟ ابدا. صف كم انت؟ اروح رابع. تروحي رابع؟ ليش انت نجحتي في ثالث؟ ما كل ما نجحتي اكيد انت تبين عليك شطوره. احلى تحيه اكيد لاهل نمار المتواجدين حاليا قدامنا. احلى تحيه لكم وتحيه لكل بعد زوار المهرجان من الخابوره وكل ولايات منصوبك. شكرا نمار. شكرا. شكرا لك نمار. حنا لمار قالت انها حابه تروح مسرح الطفل. طبعا مسرح الطفل يبدا من الساعه 5 المساء الى الساعه 11 المساء، واكيد يقدم برامج ومسابقات متنوعه، فكل اللي حاب يزوره يحضر. طبعا احنا مستمعين عابتنا الشغله ودرنا الاستديو داخل انا وسميره وصرنا نعيش الاجواء مع الناس.
لكل من يستمع لنا الآن وهو في دربة لمركز البلدية الترفيهي ومشاركته طبعا لأجواء المهرجان والفعاليات المصاحبة. نحن موجودين على يميننا موجود الخيمة الاستهلاكية وعلى يسارنا مسرح الولايات, ويعني مستمرين في أن نحن نعيش هذه الأجواء مع زوار مهرجان صلالة السياحي. نتعرف عليه مصطفى عبد الغني جمهورية مصر العربية. يا حي الله بهالمصر, حياكم الله منورين. اكيد اول زيارة للمهرجان؟ انا مقيم هنا في عمان من 5 سنوات. لا بس المهرجان المكان الفعاليات هذه اول مرة تزورها؟ لا طبعا انا من مدمني المهرجان يعني لدرجة ان انا اجازتي الثانوية, انا مدرس هنا, اجازتي الثانوية سنة اخدها في مصر وسنة اصمم ان انا اقضي الخريف هنا يعني في صلالة. طبعا اكيد يعني فرصة ما تتعوض طبعا. الخريف الناس يتعنوا له من كثير من الأماكن ويقضوا مسافة طويلة إنهم يعيشوا هذه الأجواء الجميلة, ونحن نعرف طبعا الأجواء الحارة اللي نعيشها في باقي المحافظات والولايات طبعا. والجميل كمان هنا في زفار عامة, أنا طبعا عصرت زفار في الخريف وبعد الخريف وقبل الخريف يعني طوال السنة كلها أنا مقيم في زفار. جنوب عمان عامة يتميز بالتنوع السياحي, ودي خاصية جميلة جدا في البلاد السياحية, ونتمنى طبعا من الحكومات والمسؤولين هنا انهم يدعموا التنوع السياحي. بمعنى مثلا انا هنا في جنوب عمان مثلا بلاقي التاريخ, لو عايز ازور اماكن تاريخية تدل على حضارة عمان عندي الاماكن زي مثلا البليد, متحف البليد والاثار هنا. لو عايز مثلا الطبيعة بلاقي هنا طبعا الطبيعة شيء لا ينكره احد طبعا, الجبال الخضراء في موسم كل العواصم العربية, اقول لك كل العواصم العربية فعلا حرارة مرتفعة جدا هنا طبعا. سبحان الله مين يصدق ان في الايام دي درجة الحرارة 20 22 25, شيء لا يصدقه عقل, زائد رذاذ مطر, زائد الخضرة الجميلة سبحان الله العظيم. غير كده عندك البيئة الساحلية, الرياضات المائية, كل دي عوامل سياحية تجذب السياح. بس اللي اتمنى فعلا الدعاية للدول التانية, ما نكتفيش بالسياحة العربية لأن المكان يستحق زيارة, والناس مثل ما يروحوا دول كثيرة أوروبا وشرق آسيا وكثير من المناطق بحيث أنهم يعيشوا أجواء جميلة ويبتعدوا عن حرارة الصيف. صلالة بعد مكان مثالي أنك تقضي فيه أوقات جميلة وممتعة. مش الجو بس, في بلاد تانية تتميز بنفس. إحنا هنا عندنا عوامل جذب سياحي لازم أولها الأمان, عنصر الأمن والأمان. السائح الأوروبي بالذات أو الأمريكي أو الأسيوي بيبحث على النقطة دي جدا, نقطة الأمان, إن أنا أعيش أسرتي في جو أمان مفتوح. ودي الحمد لله ربنا يديمها نعمة يا رب على سلطنة عمان, نعمة الأمان. تمام, ده شيء جميل جدا وموفر بنسبة 100%, مش 100%. ثانيا بس اللي أنا بتمناه الدعاية لمختلف البلاد, مش الدول العربية فقط. يعطيك العافية ونتمنى إن شاء الله أنك تقضي وقت ممتع أنت والعائلة والأمورة الحلوة. شو اسمك؟ مستمتعين إن شاء الله بأجواكم وبجولتكم وبكل الفعاليات الموجودة في المهرجان. شكرا. نشكرك ونشكر أهل عمان كلهم الطيبين اللي مش مستضافينا, عيب كلمة مستضافينا, اللي بيحسسونا أني أنا واحد من أهل البلد. أكيد أكيد أنتوا أهلنا ومالنا غنى عنكم, وأكيد أحلى تحية لجميع زوار مهرجان خريف صلالة السياحي, وهذه بلدكم أكيد. شكرا لك. نحن سميرة مثل ما عشنا الأجواء مع ضيوف المهرجان أمام خيمتنا هنا, خيمة برنامج عيش الخريف, غايته الرد بعد للاستوديو. عندنا مجموعة من اللقاءات وبنروح مباشرة إلى الأستاذ خليفة بن محمد البوسعيدي رئيس لجنة الصناعات الحرفية في مشاركة ولاية المضيبي في مسابقة الولايات بمركز البلدية الترفيهي اليوم. وأكيد أن زوار المهرجان عايشين الأجواء الجميلة اللي تفاصيلها حاضرة بمشاركة ولاية المضيبي. مساك الله بالخير أستاذ خليفة. خير الحمد لله, كيف حالكم؟ بخير الحمد لله, سعيدين بوجودك في استوديو برنامج عيش الخريف ومشاركتكم اليوم بكثير من الأنشطة والفعاليات اللي الواحد أول ما يدخل أصلا مركز البلدية الترفيهي يقول أشم ريحة المضيبي وهالمضيبي اليوم. ذاك خبرنا عن مشاركتكم يعني في المهرجان وفي مركز البلدية الترفيهي في أكثر من موقع, أكيد أنتم موجودين. والله بالنسبة لمشاركة ولاية المضيبي تعتبر اليوم أول ولاية في هذه المسابقة,
ولاية المضيبي راح تشارك بعدة فنون رجالية ونسائية. النسائية تنقسم إلى قسمين، حضرية وبدوية. بالنسبة للرجالية بيكون هناك الرزحة والمزيفينة، وبالنسبة للبادية راح يكون هناك فن التشحشح والمغايض. نعم، هي وش أشهر الفنون اللي تتمتع بها ولاية المضيبي اللي أنتم مركزين عليها خلال مشاركتكم هالسنة في مهرجان صلالة السياحي؟ نحن الرزحة وفن العازي. نعم، الرزحة والعازي. أيوة نعم. والرزحة الجميل إن نحن أول ما دخلنا اليوم المركز شفناكم ما واقفين في مكان معين، وإنما تتجولوا يعني كذا. وكل الزوار فعلا لفتهم هذا التجوال للرزحة في مختلف الأماكن داخل المهرجان. هو المساء كانت عدة بروفات يعني قمناها، وهي أيضا نوع من التشويق للجمهور يعني. نعم. إن في ولاية حاضرة، في فنون يعني، في عادات وتقاليد. نعم. لما نتكلم اليوم عن هذه المشاركة في مسرح الولايات، وفي تنافس جميل بين الولايات، كل ولاية تقدم الفنون اللي عندها وتقدم أهم الأشياء اللي تتميز بها. أنتوا كيف شايفين اليوم تنافسكم مع باقي الولايات؟ والله حقيقة نحن اللي بنقدمه اليوم الحقيقة من وجهة نظرنا إنه بيعطينا المنافسة مع الولايات الأخرى، لأن بعض الصناعات الحرفية اللي موجودة معنا نادرة. أيضا أخي ذلك خض على بالك على إن الصناعات اللي موجودة معنا هي ليست معروضات وإنما حية. نعم، شو هي الصناعات اللي شاركتوها في المهرجان؟ الصناعة أول شيء معنا السعفيات بأنواعها، الحصير العماني، أيضا معنا النسيج، النسيج بنوعين، الصوفي والقطني. أيضا معنا صناعة البارود، معنا أيضا التبسيل، وراح نقسله على الطبيعة على حسب الحرفة. أيضا معنا دبغ الجلود، أيضا معنا التعويب، أيضا من أيضا معنا الطب الشعبي عبارة عن التقبير. هذه إن شاء الله اللي الحرف اللي راح نقدمها اليوم بإذن الله تعالى. طيب، خلينا نخبر بعد زوار مركز البلدية الترفيهي وأمكن اللي يسمعونا الحين وفي طريقهم للمهرجان، وين الأماكن اللي تتواجدوا فيها ولمتى مستمرين؟ للساعة كم؟ والله نحن العرض معنا بتبدأ المسابقة تقريبا في حدود الساعة 8:30. نعم. ونتوقع على أن العروض اللي عندنا أكثر من ساعتين تقريبا. نعم، إذن لكل المستمعين بعد حوالي نصف ساعة أو 20 دقيقة بالضبط راح تبدأ فعاليات ولاية المضيبي في مسرح الولايات. نعم. مثل ما ذكر الأستاذ خليفة، في كثير من الفنون راح تعرض، كثير من الحرف التقليدية راح تكون موجودة. تستمروا للساعة كم أستاذ خليفة؟ للساعة 11 تقريبا فما فوق إن شاء الله. إذن سميرة يمدينا، يمدينا نروح نشوف، يمدينا نروح مسرح الولايات ونشوف كل الفنون اللي تتميز بها ولاية المضيبي، مثل ما أمتعونا في دخولنا للمركز البلدية الترفيهي بالفنون اللي كانوا يقدموها. وكثير طبعا من الأمور راح تكون حاضرة، ومن أبرزها الحرف التقليدية. الأستاذ خليفة بن محمد البوسعيدي رئيس لجنة الصناعات الحرفية في مشاركة ولاية المضيبي في مسابقة الولايات، نحن شاكرين لك جزيل الشكر وجودك معنا في الحلقة الأولى من برنامج عيش الخريف، وتعريفك كذلك للناس حول مشاركتكم وأهم ما ستقدمون إن شاء الله بعد قليل في مسرح الولايات. كل التوفيق لكم. شكرا. شكرا لك. سنتم زاكم الله. إذن مستمعينا، الولايات حاضرة يوميا بمشاركاتها بمختلف الفنون اللي تتمتع فيها. وسميرة، نحن في السلطنة أكيد نحظى بثراء كبير في مختلف الفنون والحرف التقليدية، والتنافس تنافس شريف وجميل لأنه يعرف زوار مهرجان صلالة السياحي بأهم العادات والتقاليد والفنون اللي تتمتع بها الولايات. بالفعل، وكل اللي حاب يعيش الخريف يعيش الخريف على موجة 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في صلالة، وأيضا من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي شبيبة اف ام. والشكر نوصله بعد لكل اللي يخطف قدام استديو الشبيبة،
ويمر ويسلم علينا. لكم جزيل الشكر، وايد سعيدين بتفاعلكم معنا، ونحن صوتنا واصل بعد لكم من خلال السماعات اللي موجودة أمام استوديو الشبيبة. راح نطلع سميرة لفاصل، وبعدها لنا وقفة مع محطة جديدة من محطات عيش الخريف من الشبيبة FM. وحرصونا مثل ما يقول عبد الله، حرصونا ليش لا. وأجواء جميلة نعيشها عبد الله في عيش الخريف أول حلقة، وفعلا أجواء جميلة. واللي يلفت كذلك الانتباه هنا في مركز البلدية الترفيهي وجود كثير من المؤسسات الحكومية اللي تخدم بشكل أو بآخر مناشط وفعاليات مهرجان صلالة السياحي. وقبل البرنامج مرينا أنا وسميرة على مركز الإحصاء والمعلومات، نعم. وخذينا كثير من الإحصائيات اللي كان أبرزها أن عدد زوار خريف صلالة حتى نهاية 15/7/2018 بلغ 146,884 زائر، مقارنة ب 85,432 زائر لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 71.9%. شكل العمانيون ما نسبته 68.5%، والإماراتيون ما نسبته 9.7%، وبقية مواطني دول مجلس التعاون 10.1%. أكيد، وأحلى تحية لكل زوار خريف صلالة 2018. وأيضا عبد الله لو جينا نذكر في القرية التراثية اللي تبدأ من الساعة 5 المساء إلى الساعة 12 في البيئة الحضرية وفي البيئة البدوية والبيئة الريفية والبيئة البحرية وميناء الفرضة، وأيضا السوق القديم والبيت التراثي اللي هو متحف تراثي. وأجواء جميلة جدا هناك صراحة في القرية التراثية. نحن بعد كان لنا جولة وشربنا شاي هناك في القهوة الموجودة بجنب القرية التراثية، وكثير من الفنون اللي تقدم، وفعلا تستمتع وانت تعرف تفاصيل الحياة البدوية الموجودة، وكيف الناس قبل كانوا يعيشوا كل هذه التفاصيل، وكيف حتى طريقة الخيام وطريقة بعض المنازل الحجرية اللي كانت موجودة سابقا. بالفعل، وأيضا من فعاليات البوابة رقم 4 اللي تبدأ من الساعة 8 المساء اللي هي فرقة شعبية، فرقة مرباط، وأيضا فرقة رخيوت. ودايينا للفعاليات العالمية اللي بدت من الساعة 5 المساء وراح تستمر للساعة 11 المساء اللي هي فرقة القرب الموسيقية الإسكتلندية اللي طبعا متجولة، وراح يعرضوا ثلاث عروض متفرقة. وانتو خاطين صوب القرية التراثية اكيد انكم بتمروا صوب الاكلات الغاوية اللي هناك، الاكلات التراثية الموجودة. مستمعينا نحن مباشرة نخرج الان الى وقفة لأذان العشاء، وتوقع سميرة مع وقفة أذان العشاء نكون قد انهينا نعم برنامج عيش الخريف. وتحية لزميلنا يونس الثانوي الموجود في القرية التراثية، وبينقل لكم كل التفاصيل عبر حسابنا على الانستغرام على آت الشبيبة FM وهذه فريق العمل. نعم، هذه أطيب التحية أكيد لكل فريق عمل الشبيبة FM. تحياتي أنا سميرة الطيسية. وأنا عبد الله السعيدي، وتحية لأنور اللي رافقنا أكيد في نقل حي ومباشر من هنا من مركز البلدية الترفيهي، وتحية لفريد الموجود هناك في مسقط، ويونس الثانوي الموجود في تغطية وسائل التواصل الاجتماعي. نلقاكم باكر في نفس الموعد، في أمان الله.